ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الدلو لثالث اسبوع من شهر ابريل 2024، هبدا باللي ببدا بيه دايما، الجانب المهني. اسبوع مناسب جدا لمواليد برج الدلو من كسب مهارات جديده وخبرات جديده، ده غير ان في نصيحه مهمه قريتها وهي حذاري الفتره دي او الاسبوع ده يعني من بعض الزملاء. عايز اقول لك واقول لك ان انت لو كسبت خبره جديده او مهارات جديده فانت كسبت كتير، يعني مش مهم ان انت تكسب فلوس او مرتبك يزيد او مكافئات او ايا كان الماديات اللي ممكن تدخل لك من الشغل، قد ما مهم انك تكسب مهارات جديده. المهارات الجديده هي اللي هتعليك، المهارات الجديده والخبره كل ما تزيد كل ما انت تقدر تتنقل من مكان لمكان افضل. فدي من الحاجات المهمه اللي لازم تسعى وتفكر فيها وتفكري فيها بشكل جد، سواء بقى في شغلك او كمان ان انت تقرا عن مجالك. ربنا يوفقك ويديكوا الحكمه ويقويكم. ندخل بقى على الجانب العاطفي، نبدا بالعزاب. ارتباط تقليدي بنسبه كبيره طول الاسبوع، ده غير ان هيكون في اجتماعيات جديده خلال الاسبوع ده بس بنسبه قليله. وحذاري من بعض الاشخاص الغير صادقه في مشاعرها، خلي بالكوا في ناس بتعرف يعني تتسلى وتمثل وتوصل للي قدامها ان هي صادقه في مشاعرها، سواء بنت او ولد. اللي هيقدر يحدد النقطة دي العقل، العقل دايما هو اللي بيكسب في الارتباط مش العاطفة، ده رأيي الشخصي، ان الارتباط السليم دايما بيبدأ بالعقل، لكن العاطفة هتخلي فيه غمامة على عينينا، مش هنعرف نشوف الشخصية كويسة سواء عيوبها او صدق مشاعرها، وبالاخص الكلام للبنات. ربنا يبعت لكل شاب وشابة الشخصية المناسبة. ندخل بقى على المتزوجين والمرتبطين. خلافات خلال الاسبوع بسبب العناد. عارفين انتوا في جمله معروفه كده بتقول العند بيولد الكفر، العند بيدمر اي علاقه سواء صداقه جواز ارتباط اي نوع من العلاقه، العند دايما بيدمرها، العند وحش جدا. ومش الحقيقه مش عارف ليه الشخص ممكن يكون بيعند، هل ده مرض نفسي يعني او مشكله نفسيه عندك عشان كده انت مصر ان الطرف الاولاني كده يبقى انا ابقى كده؟ يعني ليه ده العند ده كمان بيخلي ان الواحد ممكن ما يعني ما يوصلش لنقطه التفاهم خالص مع الطرف الثاني. طبعا الكلام لحضرتك وحضرتك، انا عايز اقول ان انت لو عندك المشكله دي او انت حاول تحلها، لان هتخسرك ناس كتير ومش بعيد تخسرك وتخسرك اقرب الناس ليك في حياتك، وممكن يكونوا الناس دول بيحبوك جدا وانت تخسرهم بسبب العند. ربنا يهدي سر كل بيت ويكمل المرتبطين على خير. خش بقى على الجانب العائلي. تجمعات عائليه ولكن هتكون بنسبه قليله جدا جدا، يعني عائلات مواليد برج الدلو الاسبوع ده تجمعاتهم هتكون في الحدود الضيقه قوي. يا رب كل عيله تتجمع على بهجه وسعاده وفرح ومحبه، واهم حاجه ان مفيش اي مشاكل مفروض اسريه خلال الاسبوع. ننقل بقى على الجانب المالي. استقرار مادي على مدار الاسبوع، ده غير ان احتمال يكون في دخل مادي اضافي غير متوقع الاسبوع ده لمواليد برج الدلو، ولو مفيش دخل مادي اضافي حاولوا انتوا تسعوا ان انتوا توسعوا من دخلكم. ربنا يوسع من رزق الجميع. ندخل على التجار والمستثمرين واصحاب المشاريع. ارباح افضل من الاسبوع اللي قبله، يعني الاسبوع الثالث المفروض ان ارباح لمشاريع مواليد برج الدلو هتكون افضل من الاسبوع الثاني من شهر ابريل. ربنا يوسع من ارباح التجار والمستثمرين. ندخل بقى على اخر حاجه الجانب التعليمي. مجهود كبير ينتظر طلاب برج الدلو من اول الاسبوع، وعلى نهايه الاسبوع في نتائج برضو ايجابيه تنتظرهم. عايز اقول للشباب والبنات ركزوا دايما على النجاح، خلي دايما اللي شاغل بالك النجاح، وما دام النجاح شاغل بالك هو الدافع القوي جدا ان انت تذاكر وتتعب في مذاكرتك وتتعبي في مذاكرتك عشان تحققه، وان شاء الله نجاح لكل الطلبه. دي كانت توقعات برج الدلو ثالث اسبوع من شهر ابريل 2024. عجبكم الكلام ده ما تنسوش تعملوا لايك، لو مش مشترك او مشتركه تشتركوا عشان تشوفوا كل جديد من الفيديوهات اللي بعملها. تشكر ليكم، سلام.